هذا يقول قبل ماكو تليفونات، من يتواعد لك واحد قل له انتظرك ام فلان قهوة فلان، قبل كانت القهاوي يعني في الدليل. المهم هذا زلمة جا قاعد بالقهوة، كانت صيف حارة الدنيا، فأربعة شياب كبار يلعبون دوملة مسر شو اسمه اردان نص خوش ديهم منا مبينة، فانتبه عليهم شافهم أربعتهم نفس الاسم كاتبين اسم بنية صفن، قال معقولة ذولا أربعتهم يحبون وحدة؟ جابوا شاي حطت شاي، قال عمي ذولا شو شغلتهم، معقول أربعتهم داقين قبل يدق هذا الوشم؟ يقول أربعتهم يحبون، قال الله إيه، قال له هاي المرة صارت عجوز وما تزوجت، خاف تكسر قلب واحد منهم، إذا تريد تشوفها عندها مي سبيل قاعدة بمكان دلا هذا، عافت شاي وراح قاعد يمها. قالها بيبي صدق سمعت هاي السالفة؟ قالت له هي بيبي، فهو يحاكيها يقول له عمرك جزء 70 واسمك بديهوم، جامن كنت بصباك شو نسوي بيها. القصة الثانية، القصة الثانية، هذا واحد شلون جماعتنا، هذا مرات تشوف ترى هو اللي يقع بالحب واللي يتأثر بس ابو قلبه الطيب، حشاكم الخبيث ما يهتم لا يصون العشرة لا بحال البنية ولا بحال الحب، مو هذا اللي مو يم السالفة، بس هذا القلب نظيف يحب صدق، فهذا من الناس الحبه وصدق، فقدم اخوتها وكذا عارضوا عليه لسبب ولآخر، فهاي البنية هم تحب، اجي عليها ابن عمها قالت لهم ما اريد، اجي عليها فلان ما اريد، هاي البنية كبرت وما تتزوج وكذا، اخوة البنية عرفوا انه ما تتزوج بسببه، هم ولدوا لاية، فاليوم اللي يام شافوا بالشارع حكوا يا منا طقوا الولد لف الجرح وراح، ما قال لها لا، قالهم وقعت، ما قالهم ضربوني، دارت السنة والبنية تنخطب وترفض، تنخطب وترفض، بعد سنة هم شافوا بالشارع طقوه، بس هالمرة الجرح خطر لازم يدخل مستشفى، سمع ابو البنية بالخبر اتصل على عمامه قالهم عمي لحقوه هذا من الوادي ما يصير، ما يصير عليه، طبوا عليه سلام عليكم السلام، قالوا لعمي احنا عمام البنية وابوها دزنا مشي عليك هو نايم بالسدية قعد على حيله، قالهم قلولة لابوها قلولة ما يحتاج مشية زلم داز، طقت السنة والعام طاح الإعزاز، والسلام عليكم.